وصل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا من أعمال الحج، وبقيت لنا روحية الحج، لأن الله أرادنا من خلال كل هذا الجهد الذي بذلناه وتنقلنا فيه من مكان إلى مكان، ولكل مكان خصوصية ولكل مكان معناه وإيحاءاته. إن الله يريد منا في خلاصة كل هذه الأعمال أن نقرب إليه. هو قريب إلينا، وإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قريب إلينا لأنه هو الذي أوجدنا بكلمته، قريب إلينا لأنه هو الذي أفاض علينا نعمه صباح ومساء بالرغم من أننا نعصيه، كما جاء في دعاء الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام فيما رواه أبو حمزة الثماني: تتحضر إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا في كل يوم بعمل قبيح، فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك أو تتفضل علينا بآلائك. فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا. وهكذا أيها الأحبة، فالله قريب منا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولكن الله يريد منا أن نقرب نحن إليه، أن نعيش كل نعمه، أن نعيش كل آلائه، أن تجلس بين يديه كما علمنا الإمام زين العابدين عليه السلام عندما يتذكر طفولته ويتذكر كيف كان في بداياته: أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمت، وأنا الضال الذي هديت، إلى أن يتحدث: وأنا الفقير الذي أغنيته، والعطشان الذي أرويته، والجائع الذي أشبعت، والذليل الذي أعززت. بحيث يحاول الإنسان أن يبوب بجد لكل حالاته التي بدأت مع عمره، كيف كان صغيرا فكبره الله، وكيف كان فقيرا فأغناه الله، وكيف كان ذليلا فأعزه الله، إلى غير ذلك. أن يعيش الإنسان تفاصيل نعم الله عليه، ليستحضر ذلك وليعرف قرب الله إليه، بحيث أن قرب الله إليه أنه لا يستغني عن الله في شيء. تخيل فليفكر الإنسان الغني الذي قد يقول للناس: إنني ما محتاج لأحد، هل يستطيع أن يقول: أنا لست محتاجا لله؟ هل يستغني عن الهواء الذي يتنفسه؟ هل يستغني عن الماء الذي يشربه؟
هل يستغني عن الأجهزة التي عن الأجهزة الموجودة في داخل جسده والتي يحتاج إليها في حياته؟ لا يمكن. الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن الله سبحانه وتعالى ولو بلحظة بهذه الأمور، لأن حياته مربوطة بالله في كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. كما أوجد الكون بكلمة يمكن أن ينهي الكون بكلمة. أين المليارات من آبائنا وأجدادنا؟ كما جاء الله بهم أخذهم، وكما جاء الله بنا سيأتون. علينا أن نستحضر ذلك، أن لا نفكر بالناس. نحن دائما نفكر في فلان الذي يملك القوة، وفي فلان الذي يملك العلم، وفي فلان الذي يملك السلطة، وهكذا، ولكننا لا نذكر الله سبحانه وتعالى الذي أعطى لكل ذي قوة قوة، لأن القوة لله جميعا، وأعطى لكل ذي علم علما، وأعطى لكل ذي سلطة سلطة. فالناس ظلال لله سبحانه وتعالى فيما أعطاهم الله. لذلك علينا أن نستحضر من الحج الذي يجمع كل أعماله ذكر الله، أن نستحضر ذكر الله في كل شيء، وأن نستحضر نعم الله في كل شيء. ونقرأ في كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه بعض الكلمات الاختصار الرائعة، وهو يقول: أقل ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه. قل أنت الآن، هل تحب أن تعصي الله؟ خذ حريتك. السلام عليكم. خذ حريتك في معصية الله، لكن مش شرط. إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصه بما أنعم الله به عليك. هو فكر الإنسان عندما يريد يغتاب الناس، أو يتكلم كلمة فتنة، أو أنه يريد أن يؤذي مؤمنا، أو يسب مؤمنا، أو يتكلم بأي نحو من أنحاء الباطل، عندما بما نحن صلى الله نعصيه بلساننا، وهو الذي أنعم به علينا، بأيدينا، بأرجلنا. لذلك الإنسان عندما يريد أن يعصي الله يأتيه الشيطان، وتأتيه نفسه الأمارة بالسوء، ويريد أن يعصي الله، عليه أن يشعر: أنا بما أعصي الله؟ هل أعصيه بلساني، بيدي، بعيني، بسمعي، بجسمي، بما حولي من الأشياء؟ وكلها نعم الله عليه. فكيف أعصي الله بما أنعم الله عليه؟ كما قال ذاك الشاعر: أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. الأساس أيها الأحبة، الأساس الذي ينطلق منه الإسلام هو ذكر الله في كل حال. وقد ذكر جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ذكر الله على كل حال ليس قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقط، ولكن أن تذكر الله عند كل حرام فتتركه، وأن تذكر الله عند كل واجب فتتركه. هذا الذكر الوجداني، أن تذكر الله بعقلك، أن تذكر الله بقلبك، أن تذكر الله بكيانك، وأن تشعر دائما أن الله معك، وأنه لا تحجبه عنك شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك الإحساس برقابة الله علينا هو الذي يضبط لنا
خطواتنا فيما نفكر وفيما نحب وفيما نبغض وفيما نتحرك. لذلك أيها الأحبة، لم ينتهي كما كنا نتحدث صباحا، لم ينتهي الحج بل بدأ الحج. لقد انتهت أعمالكم الشكلية وبقيت أعمالكم الروحية، أن ترجعوا إلى بلادكم وتروا أمامكم الكثير من العداوات التي تعادون فيها زيدا وعمرا، والكثير من الأوضاع السيئة التي أدمنتم عليكم. حاولوا من الآن أن تفرغوا قلوبكم من كل حقد على مؤمن ومؤمنة. يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني، يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الكفر، سليم من الضلالة، سليم من الحقد والعداوة للأمر. وهذه مسألة شاقة جدا، لأننا تعودنا أيها الأحبة على أن نتربى على العداوة. مع الأسف أن آباءنا وأمهاتنا وبيئتنا تعلمنا دائما عادوا فلان وعادوا، ونحن نرث عداوات أهلنا كما نرث أموالنا. وقد نعادي أناسا كثيرين لأن أجدادنا اختلفوا مع أجدادنا. وهكذا أيها الأحبة، إذا أردتم أن تحجوا لقلوبكم، أخرجوا أنفسكم من العصبية، العصبية العائلية، بحيث تعتبر أن عائلتك هي الخير كله وأن العائلة الثانية هي الشر كله، بحيث تفضل الشرير في عائلتك على الخير في عائلة أخرى، لأنك تتعصب لعائلتك أو تتعصب لحزبك إذا كنت متحزبا، أو تتعصب لبلدك في بعض الحالات كما يحدث أن الناس يتعصبون لبلدانهم. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العصبية في النار، من تعصب أو تعصب له فقد خلع رقة الإيمان من عقبه. وقد حدد لنا إمامنا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، حدد لنا العصبية التي يرضاها الله أو يبغضها الله. قال: العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخر. وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن أن يعين قومه على القوم. يعني إذا دخل قومك في أي مشكلة مع جهة أخرى، فأنت تتعاون مع قومك، عشيرتك، حزبك، حركتك، منظمتك، أهل بلدك، تتعصب معهم حتى لو كانوا على الباطل. إن علينا أيها الأحبة أن لا نتعصب. هناك فرق بين التعصب وبين الالتزام. نحن علينا أن نلتزم بمبادئنا ولا نتنازل قيد شعرة إلا إذا ثبت عندنا أنها ليست حقا، ولكن علينا أن لا نتعصب ضد الآخر لأن ننغلق عليه، لنتحاور مع الآخر، ندخل معه في حوار، لا نحكم على إنسان بما نسمع عنه، بل نحكم عليه بما نسمع منه. وحتى إذا سمعنا منه شيئا وكان هناك وجه للخير فيما سمعناه، علينا أن نغلب جانب الخير على جانب الشر، كما قال إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير معنى. تعرفوا معناها؟
أنا لو إنسان من إخوانك المؤمنين كلم بكلمة 99% هذه ظاهرها أنه شر، ولكن في وحدة بالمئة هذه يمكن يكون مقصود الكلام. في مثل هذه الحالة الإمام يقول غني الجانب الخير، ليس معنى ذلك تحكم بأنه قال الخير، لكن لا تحكم عليه إذا في 1% حتى يثبت أنه أراد الشر بذلك. وهذا ينسجم الحمل على الصحة، ينسجم مع المبدأ العام، مبدأ العدالة، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكننا في الشرق المتهم مجرم حتى تثبت براءته. لأننا قلبنا كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، فأصبح ضع أمر أخيك على أسوأه، ولا تمنن بكلمة خرجت من أخيك خيرا وأنت تجد لها بسوء محمد. واقع الذي نعيشه هو هذا، سواء في البيت، زوج مع زوجتي، مع الأولاد، مع الجيران، مع كل الناس، مع كل الناس الذين نختلف معهم. أيها الأحبة، الدين ليس شكلا ولكنه شكل ومضمون. حتى الصلاة، صل من الصباح إلى المساء ولكنك تعيش الفحشاء والمنكر في أخلاقك وفي أعمالك وفي علاقتك وفي مواقفك. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. عظمة الصوم أن تعمق التقوى في عقلك فيكون عقلك تقيا، وفي قلبك فيكون قلبك تقيا، وفي حركتك فتكون حركتك تقية. فإذا لم تحصل على التقوى بعد شهر رمضان فكأنك ما فعلت شيئا. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب. حتى الحج، هناك حديث شريف يقول لا يعبأ الله، يعني لا يعتني ولا ينظر إليه، لا يعبأ الله بمن أم هذا البيت، بمن قصد هذا البيت، إذا لم يكن فيه خصال ثلاث: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يرد به جهل الجاهل عصرا، وخلق يداري به. لذلك أعبد الله في داخلكم، لتكن عبادة الخارج وسيلة من وسائل عبادة الداخل. تذكروا أيها الأحبة، تذكروا في هذا الموقف الذي تجدون فيه الناس تتحرك بأبيضهم وأسودهم بمختلف لغاتهم في البيت وفي عرفات وفي منى، تذكروا يوم القيامة عندما يقوم الناس لرب العالمين، وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. تذكروا أيها الأحبة ذلك اليوم، وليفكر كل واحد منكم بقوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تذكروا الموقف بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. سنسأل غدا عن كل صغيرة وكبيرة، عندما تشتم زوجتك فسيسأل الله ما هو حقك في ذلك، أو عندما تضربها، أو عندما تضرب ولدك بدون حق، أو تضرب الضعيف بدون حق، أو عندما تتهم الناس بغير حق، أو عندما تحكم على الناس بغير حق، فيأتي فيقول لك الله: ما هي حجتك؟ ما هو برهانك؟ ما هو دفاعك؟ تقرأ كتابك، لن نحاسبك، حاسب نفسك بنفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب
فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لنرجع حجاجا نحج إلى الله بعقولنا فلا يبقى في عقولنا شيء لغير الله، ونحج إلى الله بقلوبنا فلا يبقى في قلوبنا شيء لغير الله، ونحج إلى الله بأجسادنا فلا يبقى في أجسادنا شيء لغير الله، ونحج إلى الله بكل حياتنا فلا يبقى في حياتنا شيء لله إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذا يجمع الإسلام في كلمتين، ربنا الله والاستقامة في خلق التوحيد. تتنزل عليهم الملائكة وهم متعبون وهم خائفون وهم حزانا، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم نحن أصدقاؤكم في الحياة الدنيا كنا معكم وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أيها الأحبة، هناك كلمتان يمكن يسمعهما الإنسان قبل أن يموت. هناك كلمة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. والكلمة الثانية الحبيبة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أية كلمة أحب إلينا فلنعمل في خط هذه الكلمة لا في خط تلك الكلمة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.